عندنا فرخه بالكبد والقوانص والفريك. يبقى عندي كبد وقوانص وزبيب وفريك وبصل وتوم كزبره خضراء زعتر مرق بهارات وسط الطيب ملح وفلفل، ومعانا مرق ومعانا زبده. احنا الهدف من الموضوع نجدد ونغير في اكلنا عشان ايه؟ نشوف هنعمل ايه النهارده. طيب كده عندي طاسه على النار، ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. عندي الكبد والقوانص نقطع بقيه القوانص كده. عايزها بيسس كده عشان وانا باكل احس بطعمها معايا، مش عايز افرمها ومش عايز احطها سليمه اهي كده. نصلي على النبي. وادي الزبده بتاعتي، وبعدين بصل وتوم اهو، وادي مكعب المرق اللي احنا اتفقنا عليه. بعمل كميه كتير عشان اعمل لها النست بتاعها او العش بتاعها تنام عليه بعد ما تطلع من الفرن. ده الزبيب بتاعي. كل حاجه بيبقى ليها طريقه في شغلها. كده عندي ده. عايز بقى ايه؟ اخلي الفرخه دي حبه ملح، ونبص بقى بنعمل ايه كده حضراتكم. انا بجيبها قدام الشاشه اهي، احط صباعي كده اهي، ايوه اهو، بنفذ ايدي ما بين الجلد وصدر الفرخه اهو عشان تاخد اكتر كميه مني في الحشو. ايديا بتقابل بعضيها جوه اهي. ونصلي على النبي. طيب يبقى كده تبلناها بهارات بره وجوه، ملح كده اهو، حبه ملح بالتوابل قرفه اهو، حبه زيت اهو. اصبروا عليا هقول لكم ليه بعد كده اهو. بالقوانص والكبد مش مفرومه قوي، مش مفرومه قوي، بس لازم تتسلي سلقه كويسه. وانا بسلقها بحط لها شويه كزبره خضراء، مهمه جدا مهم جدا. وادي بهاراتي، قرفه فلفل اسود، وادي الملح، ادي الفريك بتاعي. اخد شويه واللي فيد شيشه ميه مش كتير، حلوة حلوة صلاة النبي. يلا بقى نشتغل. بص يا باشا، ادي اهو اهو، اهي زبدة، بقول له هو العجل بطن امه.
بعد كده اقوم ايه اروح جايب الخلطة بتاعت الحلوة دي اهي، اروح جايب دي كده اهو، بقول لي ايه لازمة الحركات القرعة اللي انت بتعملها دي كلها. الله الوكيل. حقيقي فعلا، حقيقي حقيقي بصحيح. صلاح عامل شغل حلو قوي.